السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطل عليكم أنا اليوم في أولى محاضرات المادة المقدمة بعنوان مقدمة إلى الترجمة من اللغة الإنجليزية اللغة العربية. سنبدأ أولا بتعريف الترجمة. فمرادف الترجمة باللغة الإنجليزية هو translation، وهي نقل المحتوى من لغة المصدر إلى لغة الهدف. والترجمة تعتبر فن مستقل بحد ذاته، حيث أنه يعتمد على الإبداع والحس اللغوي والقدرة على تقريب الثقافات، وهو يمكن جميع البشرية من التواصل والاستفادة من خبرات بعضهم البعض. والترجمة ليست علما يخلو من الذوق والفن، بل إن الترجمة هي علم وفن وذوق. وهذا المثال يبين ما تحتويه الترجمة من الفن والجمالية. فمثلا لو قلنا A thief escaped، فلو ترجمها أحد بهرب اللص فهي ترجمة صحيحة، ولكن جعلناها بصيغة أفضل، مثلا لاذ اللص بالفرار، فتؤدي لنفس المعنى بصيغة أجمل. ولو قلنا A beautiful garden، حديقة جميلة، مع أن الصياغة الأكثر فنا وذوقا هي أن نقول حديقة غناء، فالترجمة لا تغلو من الفن والذوق والجمالية. والآن وبعد هذه المقدمة البسيطة التي قمنا فيها بتعريف الترجمة، سننتقل إلى طرق وأنواع الترجمة. سنبدأ بطرق الترجمة. هنالك طريقتان للترجمة معروفتان منذ القدم ولدى جميع الشعوب. أول طريقة هي الترجمة الحرفية، وهي إيجاد اللفظ المرادف في المعنى من اللغة العربية لكل كلمة مفردة من النص المراد ترجمته. وبالطبع هذه أسوأ ترجمة ممكنة لسببين. أولا، أنه يوجد هناك ألفاظ في اللغات الأجنبية لا يوجد لها مرادف في اللغة العربية أو العكس. ثانيا، أن اللغات الأجنبية قواعد بلاغية ونحوية تختلف عن الموجودة في اللغة العربية، وعدم مراعاتها يؤدي إلى تشوه وغموض المعنى لدى النص الناتج عن الترجمة. مثالا على الترجمة الحرفية، لو قلنا red car، سنقوم بترجمتها بطريقة حرفية وسنقول حمراء سيارة. إلا أن الترجمة الحرفية هي أسهل طريقة للترجمة، إذ لا تتطلب معرفة المترجم باللغة المراد ترجمتها، ولا يحتاج إلا لقاموس ثنائي اللغة. النوع الثاني للترجمة هو ترجمة المعنى، وتتطلب من المترجم إلمامه باللغة المراد ترجمتها، إذ ترتكز على استحضار معنى النص في كرة المترجم ليعبر عنه فيما بعد بأسلوبه. وهذا أيضا يتطلب من المترجم أن يكون له حسيا بلاغيا ليتمكن من التعبير عن النص المترجم بإفاء تام. فلو أخذنا نفس المثال red car، فستتم ترجمتها بطريقة ترجمة المعنى، سيكون الترجمة هي سيارة حمراء، وهذا ما يعطينا معنى كاملا ومفهوما في اللغة العربية أما الآن وبعد انتهائنا من طرق الترجمة، فسننتقل إلى أنواع الترجمة، والتي يمكن حصرها بخمسة أنواع، وهي الترجمة التحريرية، والترجمة الشفوية، والترجمة الآلية، الترجمة الصوتية، وأخيرا الترجمة القرآنية. سنبدأ أولا بتعريف كل نوع على حدة. سنبدأ بالترجمة التحريرية، وهي ببساطة ترجمة النصوص المكتوبة والتعبير عنها بنصوص مكتوبة أيضا، وتستخدم خصوصا لتبادل العلوم والمعرفة بين الشعوب، وهي أدق أنواع الترجمة. أما بالنسبة للنوع الثاني فهو الترجمة الشفوية، وهي أقدم أنواع الترجمة، وتعتمد على استحضار معنى العبارة المراد ترجمتها بالنطق بما يرادفها فورا أو بفارق زمني بسيط، وهي أصعب أنواع الترجمة، وتستخدم بالأغلب في المحافل السياسية والمؤتمرات الدولية. تتركز صعوبة الترجمة الشفهية في أنها تتقيد بزمن معين، وهو الزمن الذي تقال فيه الرسالة الأصلية، إذ يبدأ
دور المترجم بعد الانتهاء من إلقاء هذه الرسالة أو أثناءه، ولكنها لا تلتزم بنفس الدقة ومحاولة الالتزام بنفس أسلوب النص الأصلي، بل يكون على المترجم الاكتفاء بنقل فحوى أو محتوى هذه الرسالة فقط. وتنقسم الترجمة الشفهية إلى عدة أنواع. أولا، الترجمة المنظورة أو الترجمة بمجرد النظر، وتتم بأن يقرأ المترجم نص الرسالة المكتوبة باللغة المصدر بعينيه، ثم يترجمها في عقله، ليبدأ بعد ذلك في ترجمتها إلى اللغة المنقولة إليها بشفتيه. ثانيا، الترجمة التتبعية، وتحدث بأن يكون هناك اجتماع بين مجموعتين، كل مجموعة تتحدث بلغة مختلفة عن لغة المجموعات الأخرى، ويبدأ أحد أفراد المجموعة الأولى في إلقاء رسالة معينة، ثم ينقلها المترجم إلى لغة المجموعة الأخرى لكي ترد عليها المجموعة الأخرى برسالة أخرى، ثم ينقلها المترجم إلى المجموعة الأولى، وهكذا. ومن الصعوبات التي يتم التغلب عليها في الترجمة التبعية مشكلة الاستماع ثم الفهم الجيد للنص ومن منظور اللغة المصدر نفسها، ولذلك فيجب العمل على تنشيط الذاكرة لاسترجاع أكبر قدر ممكن من الرسالة التي تم الاستماع إليها. النوع الثالث هو الترجمة الفورية، وتحدث في بعض المؤتمرات المحلية أو المؤتمرات الدولية، حيث يكون هناك متحدث أو مجموعة من المتحدثين بلغة أخرى عن لغة الحضور، ويبدأ المتحدث في إلقاء رسالته بلغة المصدر، يقوم المترجم بترجمتها في نفس الوقت إلى لغة الحضور. وقد تحدثنا فيما سبق عن المترجم الذي يلعبه أثناء ممارسة الترجمة التحريرية، ومن هنا يمكن أن نلقي بعض الضوء على المتطلبات الواجب توفرها في المترجمين الذين يقومون بالترجمة الفورية. فيجب أن يتصف المترجم الفوري بصفات معينة، من أهمها القدرة على سرعة الرد والقدرة على التركيز والتمتع بقدر كبير من هدوء الأعصاب والقدرة على الاستمرار في الترجمة لمدة طويلة، بالإضافة إلى الإلمام بحصيلة كبيرة من المفردات اللغوية. ويلاحظ أن حوالي ثلث الترجمة الفورية تعتمد على الثقة بالنفس، وهناك صعوبة أو صعوبات كبيرة تواجه المترجم الفوري، لعل من أهمها في الترجمة من اللغة العربية للغة الإنجليزية ما يتمثل في تأخر الصفة على الموصوف، ذلك أنه في اللغة الإنجليزية لا بد أن تتقدم الصفة على الموصوف. ومثال ذلك في العربية تقول مثلا الرجل الكبير، والمترجم الفوري لن يستطيع الانتظار حتى يسمع بقية الجملة كلها ثم يبدأ في الترجمة، فهو يقوم بالترجمة أولا بأول. ومن الصعوبات التي واجهه أيضا في هذا الصدد تأخر الفاعل في الجملة الفعلية، فيقال مثلا لا يلبث أن كشف زيفه، ومن المعلوم أن الجملة الإنجليزية تبدأ بالفاعل، وهكذا. أما النوع الثالث من أنواع الترجمة فهو الترجمة الآلية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع. أولا، الترجمة الكلية بالآلة، ولم تتحقق حتى الآن هذه النوعية من الترجمة. ثانيا، الترجمة الآلية المساعدة، ومن أمثلتها القواميس الإلكترونية. ثالثا، الترجمة الآلية بمساعدة الإنسان، وهي أكثر أنواع الترجمة الآلية انتشارا بشكل تجاري حاليا. أما النوع الرابع من أنواع الترجمة فهو الترجمة الصوتية، وهي عملية نقل حروف من لغة أجنبية وكتابتها بما يطابقها من الحروف العربية، أو الاصطلاح على حروف عربية تقابل ألفاظ أجنبية لا نظير لها في اللغة العربية، مثل حرف الخاء في اللغة العربية الذي يقابله حرفي الكي والأتش في اللغة الإنجليزية، وحرف الضاد في اللغة العربية الذي يقابله حرفي الدي والأتش في اللغة الإنجليزية. أما خمس أنواع الترجمة وهو الأخير فهو الترجمة القرآنية أو ترجمة القرآن الكريم، وهي الترجمة الوحيدة التي لا يتم ترجمة النص فيها، بل ما يتم ترجمته هو تفسير أو معنى النص. ففي نص القرآن الكريم لا يهمنا النص أو الترجمة الحرفية، بل يهمنا معنى الآيات في القرآن. أما الآن فسنتكلم عن الجزء الخاص بتقسيمات الترجمة،
وهي 3 تقسيمات. النوع الأول وهو الترجمة ضمن اللغة الواحدة، وتعني هذه الترجمة أساساً إعادة صياغة مفردات رسالة ما في إطار نفس اللغة. ووفقاً لهذه العملية يمكن ترجمة الإشارات اللفظية بواسطة إشارات أخرى في نفس اللغة، وهي تعتبر عملية أساسية نحو وضع نظرية وافية للمعنى، مثل عمليات تفسير القرآن الكريم التي يتم فيها تبسيط المعنى في اللغة العربية نفسها ولكن بإيصاله إلى عدد أكبر من الناس عن طريق تبسيط المعنى ليتم فهمه بشكل أكبر وأوسع. ويمكن أن أعطاء مثال بسيط على ذلك، فكلمة أم يمكن ترجمتها في نفس اللغة الواحدة إلى كلمة والدة. أما النوع الثاني أو التقسيم الثاني فهو الترجمة من لغة إلى أخرى، وتعني هذه الترجمة ترجمة الإشارات اللفظية أو الألفاظ لإحدى اللغات عن طريق ألفاظ للغة أخرى. وما يهم في هذا النوع من الترجمة ليس فقط معادلة الرموز اللفظية، بمعنى مقارنة الكلمات ببعضها وحسب، بل تكافؤ رموز كلتا اللغتين وترتيبها، أي يجب معرفة معنى التعابير بأكمله. ومثال ذلك كلمة mother في اللغة الإنجليزية التي يتم ترجمتها إلى في اللغة العربية بكلمات أم. أما النوع الثالث الذي يمكن أن نطلق عليه الترجمة من علامة إلى أخرى، والذي يعني نقل رسالة من نوع معين من النظم الرمزية إلى نوع آخر دون أن تصاحبها إشارات لفظية أو عبارات، وبحيث يفهمها الجميع. ومثال ذلك البحرية الأمريكية، حيث يمكن تحويل الرسالة اللفظية إلى رسالة يتم إبلاغها بالأعلام عن طريق رفع الأعلام المناسبة. قبل أن أنهي هذه المحاضرة سأعطي مثالا عمليا على الترجمة الحرفية وترجمة المعنى. لدينا هذه الجملة في اللغة الإنجليزية: The human body can defend itself against hundreds of diseases. The body can also repair itself after much small injuries. Many body parts such as the heart and kidneys work continuously. إذا تمت ترجمة هذه الجملة حرفيا فستكون كالتالي: الإنسان جسم يمكن يدافع نفسه ضد مئات الأمراض. الجسم يمكن أيضا يصلح نفسه بعد معظم الصغيرة الجروح. العديد من جسم الأعضاء مثل القلب والكلى يعمل بشكل مستمر. أما إذا تمت ترجمتها بالمعنى بطريقة المعنى ستصبح الجملة كالآتي: يستطيع الجسد البشري أن يقاوم المئات من الأمراض، كما يمكنه إصلاح نفسه من الجروح الصغيرة، كما يعمل الكثير من أعضاء الجسم آليا كالقلب والكلى وباستمرارية. شكرا لكم على الاستماع إلى هذه المحاضرة، أتمنى أن أكون قد أفدتكم، وأتمنى أن أراكم في محاضرة أخرى في الأسبوع القادم إن شاء الله.